وباسمكم الان واسي الاخوة الاعزاء المغنام كافة واهل هذا البيت خاصة بفقد الشهيد البطل الشاب علاء الدين محمد الغنامي. المواساة اولا لوالديه المفجوعين به ولاخوانه الافاضل ياسر وضياء الدين ومهدي وسجاد ولاعمامه الاعزاء كاظم ابو رضا ومهدي ابو حكيم وحسن ابو حيدر. شاكرا لاخينا مالك فرحان الغنامي لهذه الدعوة ولاشقاء الشهيد علاء. واشكركم جميعا لهذا الحضور لهذه المواساة. طبعا انا يؤسفني وببالغ الاسى وحرقة الفؤاد ان اخبر انه بوصيته سلام الله على الشهداء وعليه قد كتب ان اقرأ بفاتحته وهذا ليس بالعزيز علي. نعم نؤبن نبكي نرثي نجري الدموع لأن الأماكن إذا خلت من الأطايب من الأحبة من الأبطال يبكى لها. ونسأل الله أن لا يحرمنا من شفاعة الشهداء عن لسان أخوته مع زينب تكلم سلام الله عليها التي قصدها مدافعا عن حرمها الشريف وعنها سلام الله عليها. أخي جاء إليكم والأماني جاء إليكم والأماني له في نصركم يلقى التهاني. سيدتي وأنت مرك سهم الفراق بإخواني وأرجو ما أتاني بالذي جاء لي مواساة بمن وقع صريعا. أرجو مواساة بمن وقع صريعا شهيدا بيد الطاغوت ثاني. خيلاي اخو الي تعنى لك يا زينب فدا تعنى لك يا زينب فدا يا اخي خيلاي يا مولاتي وعلي جلشده هذه عظمة فراق الأخوة لقد مرك هذا الحال يا مولاتي يا بنت حيدر علي أجل شدة خيلاي يا لايم بمرار القلوب والله يا نايم لي مرار القلوب خليلوش العلا ابكي وعلى الراحة السبية العلا ابكي وعلى الراحة السبية
سيدتي أيتها المعذبة المهضومة سهم فرق الأخو والله سهم فرق الأخو مريج ومر لي وشفت شلون حد حالي انا وشفت شلون هتحيلي ومرمرني ومرلي اللي يحبني بلوعه ابن امي اللي يحبني بلوعه ابن امي واللي اجى يمر لي واسيني اي ومر لي خلي واسيني واسيني اقل على السميه ويلاي الفقد لابن ام حقه يصيح بويا الفقد لابن امه حقه يصيح ويلاي ونجله ينوح قلبه بشغاوة ونجله ينوح قلبه بشغاوة ويلوش ويلاي يزيح الهم قلت له رجاوة الهام قليت له رجامة وجلي لئن راح المواساة تلزم بأخويا أخويا يا حسبة ترك اليوم بسنة فراقة كل يوم بسنة فراقة كل يوم والله كل يوم بسنة فراقك يا حسبة قلبي وباشد حسرة يا حسبة يا آه أريد أشرح أنا يا آه أريد أشرح يا حسبة على زينب على فراق الخوي شتاني أدري مو مثل ضيمك أنا أدري مو مثل ضيمك اللي إجاني شتاني انتظرت الراحة وأنا انتظرت الراحة وأنا شتاني زمان الذي شدتكم مولاتي زمان الذي شدتكم شتاني من اخوي وبالصبر شفعي لي بعلا وبالصبر شفعي إلى